بسم الله. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي اعمل عملية السكيل او اعمل عملية الروتيت او عملية الموف في برنامج البلندر. عندي هنا ادوات ترانسفورم من ادوات تولز، يعني ممكن اعمل سيلكت بان انا ادوس رايت كليك على العنصر واقول له ترانزليت وابدا احركه، او اقول له روتيت وابدا اعمل عملية روتيت، او سكيل وابدا اصغر او اكبر الشكل زي ما انا عايز. دي طريقة سهلة جدا وبسيطة. في برضو طريقة تانية، لو أنا عايز أكتب أرقام باجي هنا من الأداة ديت اللي على أوبجكت وأبدأ أقول له أنا عايز اللوكيشن بتاعي بدل ما هو سالب 2 خليه لي 0 مثلا، وخلي لي دي بدل ما 5 خليها 4، الزد خليه لي 2 يطلع في الزد، الروتيشن أنا عايز ألفه مثلا، تبدأ تشوف انت عايز تلفه بزاوية كام، السكيل ممكن تكبر السكيل الصغار ممكن تخليه مثلا 2، فتبدأ تتحكم في السكيل. برضو من هنا بلاقي ترانسفورم وابدأ برضو اعدل بالارقام، اللوكيشن اعدل في الاكس والواي والزد والروتيشن، برضو ابدا اتحكم فيهم، والسكيل الدايمنشن عندي برضو اقدر اتحكم فيه. وباجي هنا بتلاقي عندي ادوات بقدر استخدمها برضو في ان انا احرك الشكل ده حسب هل هو لوكال ولا جلوبال، يعني هل همشي على الاكسات بتاعت المشروع كله ولا بتاعت العنصر ده بس. بلاقي هنا موف اقدر احرك الشكل زي ما انا عايز في اي مكان، وممكن ان انا اجبره ان هو يتحرك في الاكس بس، ان انا ادوس اكس، او ان انا اجي على السهم اللي هو الاكس هنا الاحمر اجي على الاكس الاحمر واحركه في الاكس، او على الزد اللي هو الازرق، او الواي نفس الكلام برضو في الروتيت. او اعمل له سكيل.